أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا الإخبارية التي خصصناها لمتابعة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي. يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الوضع في محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا ولمناقشة تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عقب انتهاء زيارة لوفد الوكالة للمحطة، كذلك إجرائه تقييما لوضع المنشأة النووية. ومن المتوقع أن يشمل تقرير الوكالة الوضع في المحطة من حيث السلامة والأمن والضمانات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم للقوات الأوكرانية باستخدام طائرة مسيرة على محطة زاباروجيا النووية. وفي بيان للدفاع الروسي أفادت بأن وحدات الدفاع الجوي الروسي أسقطت المسيرة على بعد كيلومتر من أراضي المحطة، مشيرة إلى سقوط 3 قذائف في أراضي المحطة النووية من أصل 6 أطلقت باتجاه مدينة إنرجوادر. أكد نائب وزير الخارجية الروسية أندري رودينكو أن الاتحاد الأوروبي لا يفكر في عواقب تقديم المساعدة العسكرية لكييف، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على إطالة أمد الصراع وتعريض أمن القارة الأوروبية للخطر. وقال الدبلوماسي الروسي إن تصريحات بوريل التي تتعلق بتزويد أوكرانيا بالأسلحة لا علاقة لها بالدبلوماسية. أعلنت روسيا أنها ستمنع دخول 25 أمريكياً إلى أراضيها، بينهم شخصيات فنية. وقالت وزارة الخارجية الروسية أنه تم اتخاذ هذا القرار رداً على العقوبات المتزايدة التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق المواطنين الروس. وأضافت الخارجية الروسية أن موسكو ستستمر في التصدي بحزم للعقوبات الأمريكية التي من شأنها تدمير العلاقات الثنائية وتكثيف المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة. وصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرافض لتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب بالموقف الإيجابي. وقال بيسكوف إن التحدث عن روسيا كدولة راعية للإرهاب أمر شنيع، مشيرا إلى أنه من الجيد أن الرئيس الأمريكي أجاب بالنفي. أعلن مدير القسم الأوروبي الثاني في وزارة الخارجية الروسية سيرجي بيليف أن رد روسيا على تهديدات انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيعتمد على نشر قواعد أجنبية وأسلحة هجومية هناك. وقال بيليف إنه لم تكتمل بعد عملية التصديق على الطلبات المقدمة من ستوكهولم وهلسنكي لعضوية الناتو من قبل الدول الأعضاء في الحلف، مشيرا إلى أن الشكل المحدد لدمجهما في الحلف غير واضح، وفي المقام الأول من حيث نشر القواعد العسكرية الأجنبية والبنية التحتية العسكرية وأنظمة الأسلحة الهجومية على الأراضي الفنلندية والسويدية.
شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرحلة الختامية للتدريب الاستراتيجي الشرق 2022، واجتمع بوتين مع وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وغيرهما من المسؤولين العسكريين في موقع التدريب الاستراتيجي. وتنفذ وحدات من القوات المسلحة الروسية التدريب الاستراتيجي الشرق 2022 بمشاركة وحدات من قوات الدول الأخرى، ويشارك فيه أكثر من 50,000 عسكري. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين بالمخابرات الأمريكية أن موسكو ستشتري ذخيرة مدفعية من كوريا الشمالية لاستخدامها في ساحة المعركة في أوكرانيا. وأضاف المسؤولون أن المشتريات تشير إلى أن الجيش الروسي لا يزال يعاني نقصا حادا في الإمدادات بأوكرانيا لأسباب منها قيود الصادرات والعقوبات. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز. حسين، بعد التحية، نريد المزيد من التفاصيل في البداية عن منتدى الشرق، وهناك عدد من اللقاءات وأيضا تصريحات خاصة بوزراء المالية الروسيين ووزراء المالية والطاقة الروسيين لأزمة الطاقة وما إلى ذلك، لتعطينا صورة كاملة عن هذا المنتدى. نعم محمود، تحياتي في البداية. أكثر من 45 دولة شاركت في منتدى الشرق المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية. هذا المنتدى الذي يعتبره البعض على أنه منتدى مصغر لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي ينعقد على الأراضي الروسية في شهر مايو من كل عام. أيضا من خلال هذا المنتدى استطاعت روسيا أن توقع عدد كبير من الصفقات المالية والاقتصادية مع الدول المشاركة في المنتدى. وهنا للإشارة محمود إلى أن عدد الدول التي شاركت هو العدد نفسه الذي كان المنتدى ينعقد به خلال الأعوام الماضية. وحسب الخبراء فإن العقوبات التي طالت الاقتصاد الروسي وأيضا المحاولة الأمريكية لعزل روسيا عن باقي دول العالم لم تنجح، نظرا إلى أن جميع المنتديات التي تم عقدها خلال هذا العام وبعد العقوبات وبعد بدء العملية العسكرية، عدد الدول المشاركة في هذه المنتديات هو العدد الذي كانت يشارك به الدول في المنتديات السابقة. وأيضا هنا للإشارة وحسب المعلومات الخاصة محمود، فإن عدد من الدول التي تصنفها موسكو على أنها غير صديقة شاركت في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في شهر مايو الماضي، لكن هذه الدول طالبت الحكومة الروسية والقيادة الروسية بعدم ذكر أسمائها عبر وسائل الإعلام تجنبا للضغوطات الأمريكية. أيضا وبالنسبة لمنتدى الشرق منتدى فلاديفوستوك، هذا المنتدى روسيا تعول عليه نظرا إلى أن معظم الدول المشاركة. حسين عفوا للمقاطعة، لكن ابقى معنا، لدينا خبر عاجل وسنعود أيضا مرة أخرى لهذه التغطية الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية. لكن من الأخبار العاجلة، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رمطان العمامرة وزير خارجية الجزائر بحضور سامح شكري وزير الخارجية، كذلك السفير حميد شبيرة السفير الجزائري بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية الجزائر سلم الرئيس رسالة خطية من شقيقه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت دعوة الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، فضلا عن التأكيد على حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة والانطلاق بها إلى آفاق أرحب، اتساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه طلب الرئيس نقل تحياته لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، مرحبا سيادته بالدعوة الموجهة من شقيقه الرئيس الجزائري، ومعربا عن تطلع مصر للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الأمة، وذلك بهدف استعادة مكانتها ووحدتها وبما يدعم مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية. كما أكد الرئيس اعتزاز مصر بما يربطها بالشقيقة الجزائرية وشعبها العظيم من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي،
كذلك الاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتم تأكيد الرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون في شتى المجالات وتعظيم قدرات التواصل الفعال أو قنوات التواصل الفعال بين البلدين حكومة وشعبا. كما تطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربي، لا سيما مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا والعراق. وتم التوافق حول أهمية تكثيف التنسيق المتبادل للعمل على استعادة الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي. وبالعودة للأزمة الروسية الأوكرانية، ينضم إلينا مرة أخرى الزميل حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز. عفوا المقاطعة حسين، لكن كنت تستكمل ما حدث أيضا من لقاءات أو من تصريحات في منتدى الشرق المقام في روسيا. نعم محمود، كنت أشير إلى أن المعلومات الخاصة المتوفرة لدينا تؤكد أن عدد من الدول التي تصنفها موسكو على أنها دول غير صديقة شاركت في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي عقد على أراضي مدينة سان بطرسبورغ الروسية في شهر مايو الماضي، وهذه الدول عددها قليل لكنها طالبت القيادة الروسية والدوائر الرسمية الروسية بعدم إعلان أسمائها عبر وسائل الإعلام نظرا لتجنب العقوبات والضغوطات الأمريكية. هنا محمود للإشارة أيضا إلى أن الخبراء أكدوا على أن هذه المنتديات التي تحصل على الأراضي الروسية هي ضربة من القيادة الروسية إلى باتجاه العقوبات وباتجاه الضغوطات الأمريكية، نظرا إلى أن روسيا أكدت أن لا أحد يستطيع أن يعزلها عن الساحة الدولية، وأن دولا لا زال عددها كبير جدا هي تقف إلى جانب روسيا، وسيما أن هذه الدول رفضت المشاركة في فرض العقوبات على الاقتصاد الروسي، حيث الرئيس بوتين وصف هذه العقوبات بأنها حربا اقتصادية تم شنها من قبل الغرب والولايات المتحدة. أيضا الرئيس بوتين اليوم وصل إلى مدينة فلاديفوستوك بعد انتهاء الرئيس بوتين من رحلة عمل في مدينة كامشاتكا في الشرق الروسي للمشاركة في منتدى الشرق الاقتصادي، وأيضا لمتابعة المناورات العسكرية فوستوك 2022 أو ما يعرف بالشرق 2022. هذه المناورات العسكرية أيضا محمود تجمع الصين والهند مع الجيش الروسي، وإضافة أيضا إلى منغوليا وكازاخستان وبيلاروس. وهنا للمرة الأولى الصين ترسل أحدث أنواع الأسلحة العسكرية والصناعات العسكرية لديها للمشاركة في المناورات، هو تأكيد على عمق العلاقات التي تجمع روسيا والصين، وأيضا تأكيد على أن روسيا وفي ظل العملية العسكرية التي يجريها الجيش الروسي، إلا أن الجيش الروسي أيضا من الناحية الأخرى يجري مناورات عسكرية على أراضي بلاده، لتأكيد على أنه جاهز لحماية حدود روسيا وحماية مصالح المواطن الروسي. نعم. طيب حسين، يعني في هذه النقطة، نقطة العمليات العسكرية المشتركة، الولايات المتحدة هي من ورطت الدول الأوروبية في أزمة الطاقة، نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي من دفعت الدول الأوروبية نحو الخطوات العدائية تجاه روسيا. موسكو كانت تحذر القادة الأوروبيين منذ البداية على أن الخطوات المنتهجة من قبل الولايات المتحدة هي خطوات عدائية، موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي، سترد على هذه الخطوات. حذرت القادة الأوروبيين لكن في ذلك الوقت لا أحد كان يسمع إلى النداءات والتحذيرات الروسية، ولذلك محمود موسكو تؤكد أنها ما زالت متمسكة بجميع الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأوروبية في مجالات الغاز والنفط، لكن على الدول الأوروبية هي أن تعي مصلحة شعبها وتقوم بإصلاح التوربين الأخير في خط نورد ستريم 1. وهنا حسب الخبراء محمود إلى أن الخبراء
يقولوا ان موسكو بالتاكيد تريد تحقيق مصالحها ومكاسبها، وهذا الشيء هو محق بالنسبه لجميع الدول وليس فقط لروسيا. اي الخبراء يريدون ان يشيروا الى ان موسكو في حال تمكنت من الضغط على اوروبا للعوده الى خط نورد ستريم 2 فهذا الامر هو محق لها، ولا احد يمكنه ان يعارض وجهة النظر الروسية نظرا إلى أن خط نورد ستريم 2 سيتمكن من تصدير النسبة التي تحتاجها الدول الأوروبية من الغاز ومن النفط. نعم حسين، كنت أريد أن أسألك عن تصريح نيويورك تايمز أو ما جاء في نيويورك تايمز عن اعتماد الجانب الروسي على بعض المدفعية من كوريا الشمالية. هل هناك تصريحات من قبل الجانب الروسي على هذا يعني هذا التصريح، وحيث أشارت نيويورك تايمز أنه يعني ضعف في بعض الإمدادات العسكرية خصوصا المدفعية الخاصة في الأزمة الروسية الأوكرانية أو في العملية العسكرية من قبل روسيا؟ حسين، يعني انقطع الاتصال بالزميل حسين المشيخ مراسل اكسترا نيوز، لكن بالعودة حسين، هل تسمعني الآن؟ طيب بالعودة مرة أخرى للأخبار واستكمالا للأخبار، يعني كنا نتحدث عن أيضا نيويورك تايمز وحديثها عن يعني نقص في الإمدادات العسكرية الروسية والاعتماد على الجانب الكوري الشمالي. بالعودة مرة أخرى بالتأكيد في التغطيات الأخرى سنتحدث مع حسين في هذا الجانب. نتجه للناحية الاقتصادية، حيث حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود خلال 6 أشهر منذ بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا، مستفيدة من ارتفاع الأسعار. وذكر مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في فنلندا أن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يعني أن الإيرادات الحالية لروسيا أعلى بكثير من عائدات السنوات السابقة رغم انخفاض حجم الصادرات، كما أن صادرات الوقود الأحفوري ساهمت بنحو 43 مليار يورو في الميزانية الفيدرالية الروسية. قالت وكالة مودز إن وقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي من المحتمل أن يتسبب في ركود شديد في منطقة اليورو مع زيادة إضافية في معدلات التضخم المرتفعة بالفعل. وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن التدابير التي تتخذها الشركات والحكومات الأوروبية للتخفيف من آثار وقف إمدادات الغاز الروسي خففت، لكنها لم تمح المخاطر على جودة الائتمان في القارة. وأشارت مودز إلى أن معظم الشركات المعرضة للخطر تعمل في قطاعات كثيفة للطاقة مثل المواد الكيميائية والسيارات والتصنيع، خاصة تلك التي تعمل في بلدان تعتمد بقوة على الغاز الروسي. قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لوموير إن أسعار الطاقة سترتفع في بداية السنة القادمة لكن سيتم احتواؤها، وطلب الوزير الفرنسيين بالمشاركة جميعا في خفض الاستهلاك، مضيفا أن الحكومة ستستمر في خفض الضرائب خلال 5 سنوات الماضية بهدف جعل فرنسا بلد الصناعات. في ظل ما يبدو أنه انقطاع غير محدد الأجل لإمدادات الغاز الروسي لدول أوروبا عبر نورد ستريم 1، تتجهز دول القارة العجوز لشتاء يبدو أنه سيكون شديد البرودة من خلال عدة سيناريوهات تستعرضها معكم الزميلة لمى جبريل. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. ما زالت تداعيات وقف شركة الطاقة الروسية العملاقة غاز بروم ضخ الغاز عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى أوروبا تتوالى، ما يزيد المصاعب التي تواجه القارة العجوز في توفير احتياجاتها من الوقود. محللون في بنك جولدمان ساكس توقعوا ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بقوة لتقترب من مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال أغسطس الماضي في ظل عدم الثقة في قدرة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام وإدارة مخزوناتها من الغاز خلال الشتاء القادم. ومع وقف روسيا الغاز عبر نورد ستريم 1 تظهر خيارات توريد الغاز المتاحة أمام أوروبا. واحد من هذه الخيارات هو فرض نظام توزيع حصص الطاقة في أوروبا خلال شتاء العام الحالي، والذي يبدو أنه أصبح مسألة محتومة.
ولتفادي نظام توزيع الحصص، حدد الاتحاد الأوروبي هدفاً طوعياً للحد من الطلب على الغاز عند 15%، مع وجود خيار بجعله إلزامي في حال احتاج الأمر إلى ذلك. وبينما يتجهز وزراء الطاقة الأوروبيون للاجتماع الطارئ في 9 سبتمبر الجاري، ستكون الخطوات التي بدت غير قابلة للتفكير على الأرجح قيد الدراسة حالياً. ونتيجة تعطيل إمدادات الغاز الروسي لأوروبا، زادت صادرات الغاز المسال الأمريكية للقارة الأوروبية. وحسب بيانات مؤسسة ستاندرد أند بورز، فإن نحو 60% من صادرات الغاز المسال الأمريكية في أغسطس ذهبت إلى أوروبا، مضيفة أنه في بعض الأحيان بلغت الشحنات الأمريكية حداً يفوق حاجة الدول الأوروبية. ألمانيا، وهي أكبر مستهلك للغاز الروسي في أوروبا، يزيد توقف الإمدادات عبر نورد ستريم 1 من الضغط عليها للإبقاء على محطات الكهرباء المولدة من الطاقة النووية التي كانت تعتزم غلقها خلال السنة الحالية مفتوحة لمدة أطول، حيث سيوفر تمديد العمل بالمحطتين النوويتين 2.3% من الطلب على الغاز. وفي فرنسا، قالت السلطات إنها ستعمد إلى تشغيل جميع مفاعلاتها النووية 56 خلال الشتاء من أجل التغلب على أي أزمة متوقعة في الطاقة. ودعت وزيرة الطاقة الفرنسية إلى تضامن أوروبي لتجاوز الشتاء المقبل دون نقص في إمدادات الطاقة. أما في السويد، تعتزم البلاد تقديم ضمانات سيولة بقيمة أكثر من 23 مليار دولار لشركات الطاقة حتى مارس من العام المقبل لحماية هذه الشركات من الوقوع في فخ أزمة مالية وسط ارتفاعات حادة في أسعار الغاز والكهرباء، حيث تقترب أسعار الكهرباء في السويد من مستوى قياسي مدفوعة بنقص الإمدادات بصفة أساسية. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لأبرز التداعيات المستمرة بشأن إعلان شركة الطاقة الروسية غازبروم وقف ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم 1 إلى أوروبا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة. مع هذا العرض مع زميلة لمى جبريل، قد نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا الإخبارية. لمزيد من الأخبار دوما يمكنكم تحميل تطبيق إكسل نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.